نتوجه بخالص العزاء والمواساة للشعب الكويتي الشقيق في مصاب الأليم برحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وهو الأمير السادس عشر للبلاد الذي خلف أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الصباح على رأس البلاد قبل 3 سنوات عن عمر 86 عاما. وأعلن الديوان الأميري الكويتي امبارح السبت وفاته. وولد الشيخ نواف عام 1937 وهو خامس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح الحاكم الراحل الذي قاد الكويت من 1921 وحتى وفاته عام 1950. من جانبها نعت جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، جاء فيه ينعي الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الزعيم الفقيد الرجل العظيم الذي كان داعما لأمته العربية والإسلامية، حريصا على شؤونها، حكيما في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده والأمتين العربية والإسلامية. وأعلنت جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لـ3 أيام في جميع أنحاء البلاد. ومن ناحية أخرى عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعا استثنائيا في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وأعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت. نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.